فخامة الرئيس، السادة الحضور. في العادة بقول يا مساء الفل والهنا، النهاردة هقول يا مساء النصر والعزة والكرامة. سألوني أنت كمواطنة مصرية عادية يعني كده، كنت فين يوم 6 أكتوبر سنة 73؟ قلت السؤال ده في كمين؟ حد عايزني أقر وأعترف إن أنا كنت موجودة من 50 سنة في الظرف ده؟ وأنا كنت موجودة وبقر وبعترف. أنا كنت في مربع مهم جداً في اليوم ده. لكن اسمحوا لي بمقدمة صغيرة، أنا بنت ضابط طيار حربي، كنت بقول عليه أبويا قمر الزمان، وهو فعلاً كان قمر الزمان، لأنه كان الحقيقة بيمثل لي كل معاني الفروسية والنبل والشجاعة والإقدام والأمانة والصدق والبسالة. هو كان ملخص للمؤسسة العسكرية اللي كان بيشرف بالانتماء ليها. أبويا قمر الزمان اتوفى سنة 65، كان هو شاب صغير وأنا كنت صغيرة قوي، ومن ساعتها وأنا في حلم بيجي في دماغي كل يوم، وحيفضل يجي في دماغي وأحلم بيه يقظة ونوم لحد آخر العمر، وهو إني أكون موجودة في مكان ولاقي أبويا قمر الزمان داخل عليا، فتنطط وأفرح وراسي تخبط في السقف وأقول بابا جه بابا جه، لأن بابا جه دي كمان كان ليها معنى مزدوج، كان طيار يعني راجع منصور وسالم. والحقيقة إن الحلم ده أنا عارفة إنه عمره ما هيتحقق في الواقع، لكن كان بيونسني إنه كان جنبي في مخدتي على سريري بسمع صوت نفسه بصوت واضح جدا، وأقعد ساعات طويلة بسمع صوت نفسه جنب المخدة. وقالوا عليا في البيت اتجننت، بس أنا والله ما كنت اتجننت، أنا فعلا كنت بسمعه. والغريب إنه من 67 ل 73 النفس ده ما كانش مبسوط، كان حزين متقطع متهدج أحيانا، بيئن وبيوجعني. نرجع ل 6 أكتوبر 73، أنا كنت في مربع مهم جدا في إذاعة الشرق الأوسط، بالنسبة لي يعني طبعا مربع مهم. وفي اليوم ده إحنا كنا طبعا 10 رمضان، كان بقالنا 9 أيام بنذيع برامجنا عادي جدا، وحتى أفتكر إن إحنا كنا بنذيع مسلسل أرجوك لا تفهمني بسرعة، كان بطولة عبد الحليم حافظ ونجلاء فتحي وعادل إمام، طبعا كان ناجح جدا. لكن يوم 10 أكتوبر يوم 6 أكتوبر 10 رمضان الساعة 2 الظهر تحديدا في نشرة الساعة 2 اتقال بيان عسكري قلب الدنيا، رج المبنى ورج مصر كلها، زلزال سعيد، زلزال من الزغاريد والفرحة والتنطيط، وال زي ما بنقوله الواحد يتنهد الصعداء كده نفسه تترد ليه. ايه اللي حصل؟ بسرعه ناس بتتحرك رايح جاي رايح جاي، وبيانات بتتحضر وبرامج بتتغير، وانا كنت اهم واحده في الاذاعه في اليوم ده، مش لاني مذيعه مهمه ولا مخضرمه ولا هقرا بيان عسكري ولا هغير نشره ولا هغير برنامج يومي، انا كنت اهم واحده لاني كنت مرمطون الاذاعه، بيعملوا فيا اللي هم عايزينه، اطلعي انزلي، انزلي الدور الارضي هاتي مكنه التسجيل، اطلعي الدور الثاني استوديو الهواء وبلغي خريطه بتتغير، اطلعي ال 46 استوديو الموسيقى والغناء، اطلع 46 الاقي الدنيا مقلوبه، كل الاستراحات اللي حوالين الاستوديو مليانه نجوم، عبد الحليم حافظ، علي اسماعيل، نبيله قنديل، شاديه، ورده، بليغ حمدي، صلاح جاهين، الابنودي، محمد حمزه، ايه كل الناس دول؟ كل الناس دول جم، واشك انهم جم على استدعاء، جم جري، جم يعكسوا الفرحه بتاعه الذراع الناعمه بقى لما تعوز تعكس فرحه الشعب والنصر اللي حصل لنا للناس كلها. كل الاوض فيها حد بيشتغل، اللي بيكتب، اللي بيدندل على الاله، اللي بيبرن صوته.
زخم رهيب عظيم، وانا رايحه جايه رايحه جايه، انزلي اطلعي، انزل بسرعه درجن درجن على السلالم، اطلع جري من غير اسانسير ولا استنى طوابير، واعمل كل حاجه لحد لحظه الفطار، احط قهوه احط ميه اعمل اي حاجه. الناس دي وانا ببص عليها كده، الفن اللي طلع منهم في كام ساعه دول وفضل عايش لحد النهارده ما جاش وليد اللحظه. الناس دي كانت مستنيه طول الست سنين حلم، وكانوا عايشين على امل، وكانت الاعمال الفنيه دي بتتكون جوه نفسهم، عشان كده خرجوها بالسرعه دي وبالانجاز ده وبالعظمه دي. الناس دي عمرها ما يئست، عمرها ما سلمت. ما هو اصل الجيش والشعب زي العاشق والمعشوق، كلنا جوه بعض، ولاد بعض واحفاد بعض واعمام بعض، فمستحاله ان هم كانوا يصدقوا ان في يأس ممكن يحصل، وكان طول الوقت في امل، وعشان كده الاعمال دي كلها طلعت بالنجاح ده. كان لازم اوثق اللحظه دي زي ما كل الاساتذه اللي قالوا، كان نفسي ملكه التوثيق تبقى عندي عشان اوثق للجانب الناعم، ذراع الناعمه بتاعت مصر، ازاي طلعت الاعمال دي وبانهي روح وبانهي نفس وبانهي احساس بالوطنيه. وفي اللحظه دي انا برضو بصيت لهم كده وقلت انا عايز اعمل حاجه لنفسي، فكلمت امي وقلت لها يا ماما بابا جه، بابا رجع، بابا روحه دلوقتي مرتاحه ونفسه مش هيتهدك تاني ابدا لانه شاف بلده فازهى صورها. نفس الاحساس جالي يوم نفس الاحساس جالي يوم 3/7/2014 واحنا داخلين الميدان، انا كنت على كوبري ابو العلا داخله على الميدان، وفجاه السماء اتملت بالطيران الحربي اللي بيرمي علينا بونبوني وشوكولاته وورد وبالونات، وانا واقفه بتنطط كاني لسه عندي 14 سنه وبقول بابا جه بابا جه اخيرا. اتمنى ايامنا كلها تبقى بالجمال ده، لأن النصر اللي احنا بنعيشه النهارده عمره عمره ما هيقدم، هيفضل لحد اللحظة، وكل العمر اللي جاي بيسبب لي حالة بابا جه. أشكرك. عايز أقول كلمة أخيرة، والنبي يا جماعة عايزين نوثق لكل أحداثنا فعلا زي ما الأساتذة فخامة الرئيس تفضل. الأجيال الجديدة محتاجة تشوف اللي حصل بدقة وبطريقة علمية جديدة جداً، وده اللي هيثبت من الحاجة اللي هنشوفها بعد كده. أشكركم.